بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أوثل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى حضرة البدريين واللهديين والخندقيين والتبوقيين والحنينين وسائر الصحابة كلهم أجمعين وإلى حضرة كتب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الأزيز وإلى حضرة سلطان الهند خاجة معين الدين الجستي الأجميري قدس الله سره الأزيز وإلى حضرة زين المحققين سيد طاهر الحمد القدس الله سره الأزيز وإلى حضرة جدي تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره الأزيز وإلى حضرة أبي السيد محمد عمر الفاروق البخاري قدس الله سره الأزيز وإلى حضرة سائر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة من دفن في هذه القرية وفي هذه البلدة وسائر جميع المؤمنين والمؤمنات وسائر أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم إنا نسألك بحقهم وبجاههم أن تغفر ذنوبنا وتشفي أمراضنا وتحسن أخلاقنا وتوصي أرزاقنا وتقضي حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في كل أمورنا فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم بارك في كل أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعنا وعن والدينا وأساتذتنا وأزواجنا وعن أولادنا وعن معاهدنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الخيرات لوجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.